دكتور بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية. سعادة السفير مساء الخير. مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا سعادة السفير. النهاردة طبعا الأنظار تتجه إلى نيويورك إلى مجلس الأمن والجلسة الطارئة لمجلس الأمن ومشروع القرار العربي اللي هتتقدم به الأردن نيابة عن المجموعة العربية. تقول لنا أبعاد هذه الخطوة سعادة السفير. طبعا سيادتك يعني الوزير سامح شكري بالفعل في نيويورك أنهى المشاورات التي أجراها مع كل أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين ومع سكرتير عام الأمم المتحدة بالإضافة إلى لقاء مع المجموعة العربية. يعني نحن نعتبر هذا التحرك في إطار الأمم المتحدة هو مجرد بداية الطريق وليس نهايته. يعني لابد وأن ندرك أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن له آلياته في العمل، وبالتالي المسألة بتاخد قدر من الوقت حتى تتحقق النتائج المرجوة. زي ما سيادتك تفضلت فيه بالفعل مشروع قرار توافقت عليه المجموعة العربية. النقاط الأساسية فيه تمكين الحكومة الشرعية الليبية من أداء مهمها وبالتالي في محاربة الإرهاب، وهذا يتطلب بطبيعة الحال رفع الحظر المفروض عن صادرات السلاح إليها، مع التشدد بحرا وجوا في منع وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة. هذا هو الكفيل بتمكين الحكومة الشرعية في أداء مهمها، وبالتالي هذا يحقق الهدف المرجو من دفع الحوار السياسي. مصر مع الحوار السياسي وتدعم الحوار السياسي في ليبيا، لكن لا يعقل أن يكون الحوار السياسي بين أطراف منها ميليشيات مسلحة تريد فرض الرأي بالقوة السلاح. المنطق والعقل يقول أن أي دولة في العالم احتكار استخدام القوة يكون في إيدين الحكومة الشرعية، وبالتالي يتعين تمكينها لأداء مهمها. مرة أخرى التحرك مستمر. جلسة مجلس الأمن ستبدأ خلال يمكن ساعتين ونص من الآن. لا حديث، يعني البعض يتحدث عن التحرك في اتجاه التدخل العسكري والتدخل الخارجي، نحن نتحدث عن تمكين الحكومة الشرعية، وهذه خطوة أولى وستليها خطوات أخرى. وكما تعلم حضرتك طبعا في إطار جلسة مجلس الأمن يتم تقديم إحاطات من المبعوث الأممي ثم من الوزير سامح شكري ثم من الوزير الدائري وزير خارجية ليبيا، وبعد ذلك طبعا الأمر بيرجع إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن حتى تتدارس فيما بينها في جلسات ومشاورات مغلقة لتتخذ ما تراه من إجراءات بالنسبة لمشروع القرار العربي. ولكن يعني بشكل خلينا يعني نحاول استباق الأحداث وقراءة المستقبل القريب سعادة السفير، هل هذا المشروع سيمر خلال هذه الجلسة؟ توقعاتك يعني؟ يعني لا نستطيع طبعا القفز إلى نتائج. الأمر بيكون مرهوم بإرادات الدول الأعضاء، بتاخد وقتها، بيبقى في جلسات مغلقة بتتشاور فيما بينها، وزي ما ذكرت في البداية ده مجرد بداية الطريق، ويعني هتكون هناك تحركات أخرى في الفترة القادمة. المحك الرسالة الأساسية من وراء هذه التحركات أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، وفي القلب مجلس الأمن. مجلس الأمن وصاحب الاختصاص الأصيل وفقا لميثاق الأمم المتحدة في اتخاذ ما يراه من إجراءات وتدابير للتعامل مع الأوضاع الخطيرة في ليبيا التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.